وسهلا ومرحبا بصديقاتي واحباء لطوفة، دائما مع الجمال ودائما مع الجديد ودائما مع التجدد، دائما مع الاشياء اللي كتعود بالنفع للبشرة واللي بروز جمال المرأة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفائدة ديال واحد المعصق وديال واحد النوع من الاشياء اللي بزاف ديال الصحراويات كيعتبروها المرتبة الأولى لتنظيف البشرة، وكذلك المرتبة الأولى لتبييض البشرة ولمعالجة كثير من الأشياء اللي كتصيبها البشرة، وهي النيلة الزرقاء. هاد النيلة الزرقاء معروفة عن الصحراويين بحيث أنه من الممكن أنه العروس لما كتكون يعني في الإطار التهيئ ديالها للعرس ديالها، إلا وأنها كتاخذ الوقت ديال واحد 7 أيام وهي في ترقية كافة الجلد ديالها من ناحية البشرة ديال الوجه أو من ناحية الجسد ككل، فكتعمل على أنغوماج اللي كيتسمى اللي كتكون لاباس ديالتو بهاد المادة ديال النيلة، وهي انهم في المناطق الصحراويه معروف انه كيتباع واحد الثوب اللي هو مصنوع من هذه النيله، واللي كتكون العروس قبل العرس ديالها ب7 ايام انها كتكون لابسه هذا الثوب لمده 7 ايام انها كتبات به وغد في يعني كيبقى هذا مده 7، وبعد هذا انها كتقوم على تمشي للحمام، انها كتقوم على انغوماج لجميع البشره، كتكون انها تخلصت من كثير من الاشياء اللي يمكن انها تخلي يعني الجسد ديالها في واحد منظر او ملمس غير مرضي. هاد النيله الزرقاء هي كتعمل على فوائد كثيره للبشره، من اولها انها كتقوم على تفتيحها وتبييضها والتخلص كذلك من اثار الشمس من اول الاستعمال ديالها، فهو كيظهر هذا على الوجه، وكذلك انها كتخلص البشره من الكلف ومن الرؤوس السوداء وكذلك من الدهون الزائده. كما كتعرفوا بان الدهون اللي كتكون زائده على البشره فهو كيكون هذا كيبان على البشره انها كتكون دائما كتبان لك البشره الدهنيه، وكذلك في موسم الصيف هناك بعض النوع من النساء اللي كيكون عندهم واحد انقيطات بيضين وكيكونوا منتشرين على كافه الوجه، انقيطات بيضين كلهم بيضين، فهذه كتكون النكسي دو سيمون كيكون زايد على ما زايد على النسبه اللي خصها تكون متوفره في الطبقه الجلديه، فهو كيتخلص من هذه الدهون وكذلك كينظف البشره بعمق وكذلك حتى من الداخل. بالنسبه كذلك كيعطي للبشره واحد الرائحه اللي كتكون جذابه وكتكون كذلك ناعمه. والفوائد ديالها ديال هذه النوعيه ديال النيله هي الفوائد مذهوله وملحوظه كذلك في شد البشره المترهله. يمكن انا استعملها في جميع انطاق مناطق الجسم مثل الارداف ولا في الكوع او الرقبه اللي عندهم كي بعض الاحيان اللي كتكون عندهم المناطق هناك فيها السويداد مثل الكوعين ديال اليدين، وكذلك بالنسبه للركب فالانسان يستعملها طول كل يوم فهذا لا مانع وما غتاثرش عليكم، ولو انكم يمكنكم تستعملوها كماسك يوميا فلن تؤثر على هذا، حيث انني بحثت كثير في هاد الغبرة ديال النيلة وبقيت ما فيها حتى شي ضرر بالنسبة لكل من هو بشرته متضررة او انه عنده مناطق مسودة وليس له كان هناك توحد في اللون، يمكنكم تستعملوها كل يوم. نرجع لانها مفيدة للركب وكذلك المفاصل وتوحيد لون الجسم ككل، كتساعد كذلك كثير على التصبغات والبقع الداكنة في الجسم، كتعطي للبشرة نضارة وإشراقة وكذلك كتعطيه واحد الشد
اللي كيكون خالي من الخطوط، هذه الخطوط اللي كتكون خطوط التجاعيد الرقيقة، وكذلك كيعطي للبشرة كما قلت بأنه كيمكن كيعطي له منظر نضر وهائل. بالنسبة لي صديقاتي اليوم غنشارك معكم هذا لو ماسك اللي أقل، هذا غادي نوريكم، ها هي النيلة الزرقاء، ها هي، فهي زرقاء اللون، هي كتباع على شكل حجرة. أنا مشيت دقيتها وبعد طحنتها ونسيت بأنني نصورها لكم كيفاش هي كتكون، فهي اللون ديالها أزرق، أزرق هو هذا، هو أزرق. وكاين هناك كثير من الخلطات وكثير ديال الأنواع باش يمكن لنا أننا نخلطوا هاد النيلة. اليوم أنا غنشترك معكم واحد الخلطة اللي هي سهلة، سهلة جدا، وموجودين بعض المضمونات ديال هاد الشيء باش أنا غنقوم بالتخليط ديال هاد الماسك بأشياء اللي هي موجودة في جميع المنازل. أول حاجة غادي نحتاج هو أنني غادي نحتاج تقريبا غادي ندير 2 ملاعق من الحديدة، عفوا 2 ملاعق من النيلة، هما ملاعق صغيرة من النيلة. وغادي نحتاج كذلك ملعقة كبيرة من حليب النيدو ولا أي حليب اللي هو كيكون مجفف، فغنحتاج كذلك ملعقة كبيرة، وغادي نحتاج كذلك لاكريم فريش، لاكريم فريش غندير منها تقريبا واحد جوج ملاعق. اللي يكون هو متوفرش عنده لاكريم فريش يمكن له انه يستعمل، يعوض هذا بدالون الطبيعي اللي هو مسوس ويخلط به. دونك اذا غادي نبدا على بركة الله، غادي نبدا ندير جوج معالق ديال دانون اللي هو السوس او لا كريم فريش. ف ما يسالش واخا انكم ما يكونش عندكم هذا، في يمكنكم تعملوا داك، ما كاينش مشكل. فغنبقاو على خلط هاد المكونات جيدا جيدا لغايه انني نوصل ب الخليط اللي هو كيولي، كنضحك كيولي هاد الخليط فوالا كيبقى يبان لكم بحال دي فحال الزبده، او كيبان كيولي يدير بحال اون كريم. بالنسبه للون، للون غادي يبان لكم هو ازرق، بس ما تخلعوش منه، ما ممكن انكم تقولوا هذا الخليط هذا كيبقى ازرق، غادي يبقى لاصق لنا اللون في البشره، ما تخافوش اللون ما كيبقاش لازق في البشره بعد الغسل، فهو ما كيبقاش ظهر. فوالا البنات كنبدا في طالمون ديال الماسك، رائعه جدا حتى بالنسبه البنات، بالنسبه اللي بغى يمشي للحمام، فهي يمكن لكم تخلطوها بالصابون البلدي، تخلطوها بالصابون البلدي وتخليوها في الجسد ديالكم حتى تمشيو للحمام. الحمام اللي هو المغربي كيكون فيه البخار، ف فقلت غادي تخلطوه بالصابون البلدي. انا غادي نسجل لكم هاد لو ماسك، وبعد التسجيل انا غادي نروح للحمام المغربي، غادي نديها معايا. فكتعملوا الصابون البلدي وكتخلطوه مع النيلة وديروا على كافة الجسم لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة وانتم في الحمام السخن، وبعد هذا كتغسلو بالماء وكديرو كتحكو كفة الجسد، كتحكوه
بهذاك الكيس اللي حنا كنسميوه الكيس المغربي، اللي هي الحلقه ديال الحمام كنحكوا بها، كتعملوا بها انكوماج للجسد وتشوفوا انه الجسد ديالكم كيفاش انه غادي يتخلص بسهوله من كافه. كاين في بعض الاحيان بعض النساء اللي عندهم بعض الحبوب في بعض المناطق، فهذا كيساعد على تنقيه هذاك الحبوب. فوالا، يمكن لي ننزل اكثر من هذا على العنق ديالي. انا اكيد ما غادي نكمل التسجيل، فانا غادي نعمل لي تالموديلو على كافة العنق. الفائدة ديالها راها واعرة واعرة بزاف. فوالا، انا كملت الان. كنتمنى البنات بانكم تحيدوا عليكم العجز، موجوده الا مشيتوا عند العطار تقولوا عطينا الميله الزرقاء فهو غادي يعطيها لكم. دونك غادي نبقى بهذا لو ماسك مده 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، وبعد هذا غادي نغسل الوجه ديالي ونرجع لكم. ما تزطيوش. والبنات انا كملت الان لو طون ديال 20 مينوت، وغادي نمشي نغسل الوجه ديالي. ممكن كتبقى حتى نصف ساعه نغسل الوجه ديالي وبعدين ارجع لكم. وكان نشف الوجه ديالي، فدائما من بعد اخر كل ماسك انا كنعمل سواء ان كرام هيدراتون سواء زيل اي نوع من الزيوت. انا اليوم غادي نستعمل زيت الكوك، لانه زيت الكوك كيعجبني وكذلك كنلقاه الاغلب كنعمل زيت الكوك من الرائحه ديالو، كذلك انني كنبقى فيه راحتي. ولكن الا ما متوفرش عندكم يمكن لكم انكم تستعملوا اي زيت من انواع الزيوت، يا اما زيت اللوز او زيت الخزامه او زيت النعناع او زيت ديال الزرجلان، زيت كذلك الليمون. انا رشرت معكم بعض الانواع من الزيوت اللي يمكن نحضرها في المنزل بطريقه سهله وكذلك كتقام عليا بثمن رخيص. ما تنسوش انكم دائما تهيدراتيو المخو ديالكم او الجلد ديال البشره، هكذا كتحتفظوا على البشره وكتقوموا على تعطي جميع التجاعيد الرقيقه اللي كتكون الرقيقه. فوالا البنات، من بعد ما انني غسلت الوجه ديالي ما كتشوفوا ما كتبقى حتى شي اثر ديال الزرقيه بسهوله. ان غسلت الوجه بالماء الدافئ وبعد هذا عملت على الماء البارد باش نسحب البشره ديالي على الشد ديالها، وكذلك على سد جميع المسام اللي كتكون في المنطقه ديال البشره. كذلك النتيجه راه البنات كتبان، وكتبان في الحين والله العظيم الا كتبان. هناك فرق ما بين اللون اللي كيكون على الوجه ديالي واللون اللي كاين في المناطق اللي ما كنعملشها، يعني ما كنعملش لها ما عملتش لها لو ماسك ديال النيلا. كاين هناك فرق. فوالا، هنا كاين ابيض كثير، ولاحظت كذلك ما غسلت وجهي بان هذه المنطقه كتبان بيضاء كثير، وهناك فرق. فالنتيجه البنات في الحين كتبان. ما تفلتوش هذه الفرصه ديال هذا الماسك ديال النيلا والمنافع ديالها على انكم تعملوها. البنات اكيد انكم لما تعملوها كل نهار، بالنسبه للبنات اللي عندهم الكلف واللي عندهم ليطاش اللي كيكونوا هناك السويدات اللي غايبين البشره غير موحده، ممكن لكم انكم تستعملوها كل يوم، ما تخافوش منها، ما غادي تدركم حتى شي حاجه. فكنتمنى كذلك صديقاتي احباء لطفاء انكم يكون نالكم هاد لو ماسك، وتنونوا كذلك انكم تعملوا على التطبيق ديالو على الوجه ديالكم. فدائما معكم الجديد اللقاء حبيبي، كنحبكم كلكم، القاكم في رعايه الله، اللقاء